صباح الخير، اليوم عندنا مراجعة في اللغة العربية دائما مع التصحيح لتلاميذ السنة الرابعة المنتقلين إلى السنة الخامسة. وهذه المراجعات دائما قلنا خاصة بالتلاميذ اللي راهم حابين يتحصلوا على علامات ممتازة، اللي راهم حابين يحسنوا المستوى تاعهم. قلنا دائما يبقوا معنا، يشتركوا معنا في القناة، وكل أسبوع راح تكون عندنا مراجعة باش نحسنوا المستوى تاعنا وباش نبقاو محافظين على المستوى الممتاز اللي عنده مستوى ممتاز، وإن شاء الله نتحصلوا على علامات ممتازة في الشهادة العام المقبل. وهكذا باش ما ننساوش الدروس تاعنا كما قلنا، لأنه دروس السنة الرابعة تتعاود في السنة الخامسة مع بعض الإضافات. إذا نكون متمكن من هالدروس تاع السنة الرابعة باش تجيني سنة خامسة سهلة جدا. يلا بسم الله. كانت أول مدرسة تعلمت فيها دروسي في الحياة بيتي، وقد بنى أبي بعد أن تحسنت حالته بيتا مستقلا طابعه البساطة والنظافة، وأكثر ما فيه وأثمنه الكتب، فحجرة أبي مملوءة بالكتب الثمينة والمتنوعة، وكانت هذه المكتبة أكبر متعة لي حيث استطعت الاستفادة منها كثيرا. كان أبي يشعر شعورا قويا بواجبه نحو تعليم أولاده، أبناؤه وبناته يعلمهم بنفسه ويتعب في ذلك تعبا لا حد له. وكانت لنا جدة طيبة القلب تزورنا من حين إلى الآخر، فنفرح بلقائها وحسن حديثها، وكانت تعرف من القصص الشعبية الشيء الكثير الذي لا ينتهي، فنجتمع حولها ونسمع حكاياتها حتى يغلبنا النوم، وهي قصص مفرحة أحيانا ومرعبة أحيانا. نبدأ بأسئلة الفهم. يلا قرينا النص، لازم الواحد يقرأ أكثر من مرة باش يفهم النص وينتقل أسئلة الفهم. السؤال الأول، أين تعلم الكاتب أول دروس حياته أو أول دروس الحياة؟ ما الشيء الذي يتميز به بيت والد الكاتب؟ ابحث في النص عن مرادف الكلمة مخيفة، مرادف معناتها كلمة لها نفس المعنى، وضد الكلمة محزنة، يعني عكس هذه الكلمة، وظفهما في جملتين مفيدتين، معناتها نسحقهم في زوج، الكلمة الأولى المرادف والضد نوظفهم في جملتين، يعني أريد جملتين. هنا قلت لكم في هذا السؤال اللي راح يتكرر دائما، وش يدير التلميذ إذا ما كانش متأكد من الإجابة تاعو، ما كانش متأكد من المرادف أو ما كانش متأكد من الضد، وش يوظف؟ يوظف الكلمة اللي عطوها له، يوظف مخيفة ويوظف محزنة. هنا باش إذا غلط في الكلمات التي وجدها ما يغلطش في توظيف الجملتين، يعني ما يخسرش كل النقاط، راح تكون عنده فقط النقاط على المرادف وعلى الضد اللي ما عرفش يجاوب عليهم، وإذا كان متأكد يوظف الكلمات اللي لقاهم. مفهوم؟ إذا نعود نولي للنص، نعود نقراه مليح نفهمه وأجيب عن هذه الأسئلة ونلتقي في التصحيح. التصحيح، السؤال الأول، أين تعلم الكاتب أول دروس الحياة؟ الإجابة تكون تعلم الكاتب أول دروس الحياة في بيته، هذه الإجابة جبتها من النص. السؤال الثاني، ما الشيء الذي يتميز به بيت والد الكاتب؟ الشيء الذي يتميز به بيت والد الكاتب هو البساطة والنظافة والمكتبة الثمينة. اللي قال البساطة والنظافة إجابته صحيحة، اللي قال المكتبة الثمينة إجابته كذلك صحيحة. يلا، مرادف الكلمة مخيفة، ما معنى مخيفة؟ من النص، منجيبليش من راسي، من النص. الكلمة هي مرعبة. وضد الكلمة محزنة، ضد تحا يعني عكس تحا، هي مفرحة. الآن أوظفهما في جملتين مفيدتين، فهمتكم في التوظيف، إذا كنت متأكد من الإجابة نوظف الكلمة الإجابة اللي لقيتها، وإذا ما كنتش متأكد نوظف الكلمات اللي عطاوهم لي. إذا أنا نقترح عليكم، حكاية جدتي مرعبة جدا، معناتها مخيفة جدا. تلقينا اليوم أخبارا مفرحة، جيد، يعني أخبار سارة، مفهوم؟ يلا، ما
ننتقل الآن لأسئلة اللغة. هذا الجزء مهم جدا، هنا التلميذ يطبق واش تعلم كامل في القواعد، في النحو وفي الصرف وفي الإعراب، واش تعلم كامل راح يوظفه في هذا الجزء. هذا الجزء مهم جدا، لذا التلميذ عندما يدرس درس معين في القواعد النحوية أو الصرفية واش يدير؟ لازم يحفظ هذه القاعدة باش يعرف يطبقها في أسئلة اللغة. السؤال الأول، استخرج من النص فعل مضارع مضاف إليه جمع تكسير واسم موصول. هذه كل دروس قريناها، إذا ماذا أفعل؟ فقط أستخرجها من النص. السؤال الثاني، أعرب الكلمات المسطرة في النص إعرابا تاما. تعلمت تعبا ومفرحة. عندي ثلاث كلمات، نعاود دائما نرجع للنص. علاش نرجع للنص؟ باش نشوف حركة تاعها، باش نشوف موقع تاعها في الجملة. إذا لازم نرجع للنص تاعي، خاصة الحركة. كاين تلميذ يعرف الإعراب لكن يغلط في الحركة. مفرحة مثلا يقولك مفرحة، وهي مفرحة مكتوبة كيما راهي في النص، نستخرجها ما نغيرش فيها. لماذا؟ راكو تشوفوا راني كاتبة إعرابا تاما. ما معنى إعرابا تاما؟ معناه تقول لي هذه الكلمة النوع تاعها، هل هي فعل، هل هي اسم، هل هي مضاف إليه، هل هي صفة. هذا الجزء الأول من الإعراب. والجزء الثاني هي الحركة، تقول لي منصوب ولا مرفوع ولا مجرور. ثم كل جزء عنده نقطة أو عنده نصف علامة، لا أدري شحال، 0.25 ولا نصف، لكن عنده النقطة تاعو، عنده التنقيط تاعو. ثم التلميذ إذا غلط في الجزء الأول، معليش غلط ما عرفش، لكن الجزء الثاني ما يغلطش فيه لأنه الحركة راهي واضحة. على بها نقوله إعرابا تاما، ما تقوليش مفعول به منصوب وتتوقف. منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لازم تقولي ظاهرة أو مقدرة، فتحة ولا الألف ولا الياء. لازم تحدد الحركة تاع هذه الكلمة لكي تأخذ العلامة الكاملة. هذا هو الإعراب التام. حول الجملة الواقعة بين قوسين في النص إلى الجمع المذكر الغائب. شنو هو الجمع المذكر الغائب؟ نتفكر الضمائر اللي قريتها ونعرف ما هو الجمع. جمع ومذكر، جمع مذكر يعني خاص بجمع الذكور، وغائب. أنا سهلة جدا، راني حددت لكم شنو هو الضمير. إذا الجملة هي، فنجتمع حولها ونسمع حكاياتها حتى يغلبنا النوم. هذه هي الجملة اللي نحولها إلى الجمع المذكر الغائب. رابعا، علل سبب رسم الهمزة في الكلمتين أبناؤه والشيء. كيف أعلل؟ دائما كي يقول لي علل سبب كتابة أو رسم الهمزة، أول حاجة نحدد موقع هذه الهمزة، هل هي في وسط أم في آخر الكلمة، هل هي متوسطة أم متطرفة. ومن بعد كي نحدد الموقع تاعها نقول على ماذا كتبت، على السطر، على الواو، على الألف، على الياء النبرة. وكذلك نقول السبب لماذا كتبت بهذه الطريقة. يعني عندي ثلاث أجزاء نركز عليها في التعليل تاعي. ودائما كما راكم تشوفوا هذه الأسئلة الأربعة دائما تتعاود في أسئلة اللغة أو في مواضيع اللغة، دائما يكون استخراج، إعراب، تحويل، وسبب رسم الهمزة أو التاء. إذا هذا التلميذ لازم يكون متمكن منهم، يتعود عليهم دائما بحل المواضيع، راح يجوا سهلين سهلين. لأنه خاصة في التعليل راح تتغير الكلمات، لكن التعليل يكون متشابه، مفهوم؟ إن واحد فقط يركز، يتعود على حل المواضيع، يركز على التصحيح الصحيح، ويتعود دائما على الإجابة الصحيحة. يلا إذا نخليكم هنا في حل هذا الجزء، جزء أسئلة اللغة، ونعود إلى التصحيح. إذا نعود إلى تصحيح أسئلة اللغة. نبدأ بسؤال الأول، استخرج من النص فعل مضارع مضاف إليه جمع تكسير واسم موصول. نعود نروح نشوف النص، قالك استخرج من النص، نعود نجيب النص، هاوليك النص تاعي. أول حاجة فعل مضارع، الفعل نتفكر قلنا كيف أفرق بين الفعل والاسم، نتفكر دائما ندخل فقط قد. قد إذا كانت عبارة صحيحة معناتها هو فعل، إذا كانت خاطئة معناتها هو ليس فعل. قلنا كيف نتعرف على الاسم، كاين بزاف أشياء. ومن بعد الفعل كذلك عندي مضارع وعندي ماضي، كيف أفرق بين الفعل المضارع والماضي؟ أدخلوا السين أو سوف. إذا كانت صحيحة معناتها هو مضارع، إذا كانت خاطئة معناتها هو فعل ماض. إذا هنا نبدأ بالكلمة الأولى كلمة بكلمة ونخير. أنا لقيت هنا يشعر، أولا نتأكد باللي فعل
قد يشعر، إذن هو فعل. نتأكد باللي هو فعل مضارع، سوف أو سيشعر، إذن صحيح نكتبها يشعر. مفهوم؟ مضاف إليه. مضاف إليه قلنا شنو هو المضاف إليه؟ هو أولا لازم يكون اسم ويكون مجرور وما يكون معرف وما قبله نكرة. هنا حنتعرفوا على حالات أخرى، لكن في هذه الحالة رح يكون بهذه الطريقة. أين هو؟ أين هو؟ لاحظوا طيبة القلب. لاحظوا كلمة القلب هي اسم يبدأ بالألف واللام ومجرور وما قبله اسم نكرة، إذن هو مضاف إليه، القلب مضاف إليه. تقدر تكون عندنا حالات أخرى، لكن في هذا النص في هذه الحالة القلب دائما نتفكر باللي هو اسم يكون مجرور معرف ما قبله اسم نكرة مضاف إليه. سهلة جدا. إذا ما لقيتوش راح نروح للحالات الأخرى. جمع التكسير سهل جدا. هنا عندي عندي قصص. قصص مفردها قصة، قصة قصص. إذا قلنا جمع التكسير معناتها ما يكونش في الآخر، ما تكونش إضافات مثل جمع مذكر السالم زيدوا له الواو والنون والياء والنون، ولا المؤنث السالم زيدوا له الألف والتاء المفتوحة. جمع التكسير ما فيش إضافات، هذيك فقط نكسروا هذيك الكلمة، نحتفظوا بالحروف تاعها لكن نغيروا المواقع تاعها. مثل كلمة قصص، أولاد ولد أولاد، ابن أبناء. إذا عندنا بزاف هنا كلمات. اسم موصول، ما هي الأسماء الموصولة؟ التي، الذي، اللذان، اللتان. هنا عندي الذي، نكتب الذي. مفهوم؟ هنا رانا نتفكروا مع بعض. التلميذ لازم يتفكر دائما باش ما ينساش، باش ما يدخلش يعاود من الصفر. كي يدخل فقط للمراجعة ولتعلم أشياء جديدة وقليلة، هي عندنا دروس قليلة جدا اللي راح تكون جديدة. لكن كي التلميذ يكون مراجع في هذا الصيف، أكيد قلنا ماشي يوميا لأنه هذا الصيف عطلة لازم التلميذ يرتاح فيها. أحيانا من الحين إلى الآخر، مرة في الأسبوع، مرة في 15 يوم، تكون عنده مراجعة شاملة في اللغة والرياضيات والفرنسية. هكذا كي يدخل ما يدخلش ما يعاودش من الصفر، يدخل باش يكمل، يدخل باش يتحصل على الشهادة بنتيجة ممتازة إن شاء الله. وأنا عندي أمل كبير فيكم إن شاء الله. إذا نكمل مع تصحيح الإعراب. أعرب الكلمات المسطرة في النص إعرابا تاما. قلنا تعلمت تعبا ومفرحة. كذلك الإعراب لازم نولي للنص تاعي. لماذا؟ لكي أحدد موقع الكلمة في الجملة أو في النص، أحدد حركتها وأحدد نوعها. نبدأ بالكلمة الأولى تعلمت. لاحظوا تعلمت، نقول أولا هل هي فعل أم اسم؟ قد تعلمت فعل، جيد. ومن بعد نشوف هذا الفعل هل هو فعل ماض أم مضارع. ستعلمت لا أستطيع، إذن هو فعل ماض يعني حدث في الزمن الماضي. ومن بعد نشوف تعلم، ما هي حركة هذه الكلمة أو هذا الفعل، ونعربها ونشوف هذه التاء هل هي تاء متحركة أم تاء ساكنة. عندي درس خاص بالتاء المتحركة والساكنة وكيف أفرق بينهما وكيف أقوم بإعرابهما. إذن هذا الإعراب سهل جدا، التلميذ مع التكرار راح يتعود على إعراب الكلمات المتشابهة. تعبا راح نشوف تعبا، تعبا هي اسم ينتهي بفتحة، لكن التلميذ يقول شنو هي تعبا، ما يعرفش يعربها، يقول هو اسم منصوب، ما نقدرش نقول اسم منصوب. نعاود نولي لأول جملة، يتعب في ذلك تعبا. لاحظوا هناك تشابه بين الفعل والاسم. إذا كيف أعرب هذه الكلمة؟ ومفرحة كذلك، مفرحة هو اسم لأنه فيه التنوين وينتهي بضمتين. هل أستطيع؟ بعض التلاميذ يعرب الكلمة يقول اسم مرفوع، نقدرش نقول اسم مرفوع. لاحظوا هذا الاسم، اسم إذا كان اسم كان، اسم إن، اسم مجرور، اسم منصوب. لكن هنا عندي ما كاش قبله حروف وما كاش قبله كان وأخواتها وإن وأخواتها. شوفوا واش كاين قبله باش نعرب هذيك الكلمه. قبله كاين كلمه تشبهها في جميع حالاتها، قصص مفرحه. فهاد الحاله كيف اعرب مفرحه؟ سهله مهله. دائما نقولكم نعاود نولي للنص ونحدد موقع الكلمه في النص، ونحدد واش الكلمه اللي قبلها، ومن بعد الا ما ساعدتنيش نشوف الكلمه اللي بعدها، ونشوف الحركه، نشوف النوع، والإعراب تاعي راح يكون صحيح 100%. سهلة جدا. اوكي، احنا قمنا بزاف، درنا
ورقة عمل في الإعراب، زيدوا وراجعوهم ورح تتعودوا على الإعراب، يجيكم سهل جدا. أوكي، إذا ننتقل مباشرة إلى الإعراب. نبدأ بالكلمة الأولى، تعلمت. تعلمت قلنا فعل ماضي، لكن كيف نعرف هذا الفعل الماضي؟ لاحظوا هذه الكلمة تتكون من جزئين، تعلم والتاء. تعلم ديجا هو فعل ماض مبني على السكون، لأنه ما راهوش تعلم، تعلم ينتهي بالسكون. قلنا كيفاش نعرف وراه الفعل؟ نصرفه مع الضمير هو، نقول هو تعلم. الحرف الأخير ما هو؟ هو الميم، معناتها نروح نشوف هنا الميم. الميم واش كاين فوقها؟ كاين سكون، إذا نقول مبني على السكون، ما نقولش مبني على الفتح، لأنه فوق الميم كاين السكون. وهذيك التاء كيف نعربها؟ هذه التاء لاحظوا تنتهي بماذا؟ تنتهي بالضمة، إذا هي التاء المتحركة. كيف نعرب التاء المتحركة؟ هي ضمير متصل مبني في محل رفع الفاعل، هذيك هي الفاعل، معناتها موراها. إذا عطوني كلمة موراها ما نروحش نحوس على الفاعل، لأنه الفاعل هنا موجود، عندي فعل وعندي فاعل. تعبا، إذا قلنا يتعب في ذلك تعبا، يتعب تعبا. إذا كان هناك تشابه بين الاسم المنصوب والفعل الذي يسبقه، نعربها مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، هذا هو الإعراب التام. نكمل الإعراب تاعي، ما نقولش مفعول مطلق منصوب ونحبس، وبعد نقول ما حسبوها ليش درتها صحيحة، لكن ما كملتش. وما هي علامة نصبه؟ قدرة تكون فتحة، قدرة تكون الياء، إذا كان مثنى أو جمع. إذا لازم تكمل، لازم تكمل الإعراب تاعك باش يكون يعطوك العلامة الكاملة، هذا هو الإعراب التام. الكلمة الأخيرة مفرحة، قلنا واش كاين قبلها؟ قصص. هناك تشابه بين الكلمتين في جميع الحالات، إذا كيف نعرب مفرحة؟ صفة مرفوعة، شوفوا الضمة، ما تقولوا ليش تروحوا تكتبوها مفرحة وبعد تقولوا صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة وتقولوا جبتها صحيحة، لا، هي مكتوبة في النص مفرحة بضمتين، إذا نكتب أنا مفرحة، نعربها بالضمتين، مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها، مفهوم؟ هذا هو الإعراب، سهل جدا، فقط طبقوا هذه التعليمات اللي راني نقول لكم. عاود ولي للنص تاعك، حدد نوع الكلمة، حدد موقع الكلمة، شوف واش كاين قبلها، شوف واش كاين بعدها. إذا ما عاونوكش روح في أول الجملة، ممكن تلقى فعل يشبه لها في حالة المفعول المطلق، وهنا راح نعرب بهذه الطريقة، يكون إعراب تاعي تام ويكون إعراب صحيح وندي العلامة الكاملة. يلا كمل مع التصحيح. ثالثا، حول الجملة الواقعة بين قوسين في النص إلى الجمع المذكر الغائب. الجملة هي فنجتمع حولها ونسمع حكاياتها حتى يغلبنا النوم. إذا أولا تقولوا لي ما هو الجمع المذكر الغائب؟ الجمع عندي إذا في المتكلم عندي نحن، هذا في المتكلم. في المخاطب عندي أنتم وأنتن، أنا قال لي جمع مذكر تسمى عندي أنتم. وفي الغائب عندي هم، سهلة مالا، نقول شنو هو الجمع؟ عندي نحن وعندي أنتم وأنتن وهم وهن، لكن هو حدد لي قال لي مذكر تسمى قدرة تكون نحن أنتم وهم، لكن هو زاد حدد لي قال لي الغائب، يعني ما تكونش تقولوا ليش نحن وما تقولوا ليش أنتم، لازم نقول هم، جمع مذكر غائب الضمير هم. واش نقولوا في هذه الحاله؟ جمع المذكر الغائب واش نقولوا؟ اذا فنجتمع، نحن فنجتمع، هم ماذا نقول؟ هم فيجتمعون حولها تبقى كما هي، ونسمع تصبح ويسمعون حكاياتها تبقى كما هي، حتى يغلبنا، حتى يغلبهم، يغلبهم النوم. إذا أعيد، فيجتمعون حولها ويسمعون حكايتها حتى يغلبهم النوم، سهلة جدا. إذا نركز وش يعطيني، قال لي جمع مذكر غائب، لازم جمع مذكر غائب، مش تروحوا تختاروا أي جمع فقط. يلا نكملوا، نكمل. رابعا، علل سبب رسم الهمزة في الكلمتين أبناؤه الشيء. إذا نبدأ بالكلمة الأولى، أبناؤه.
كتبت الهمزة المتوسطة. أولا قلت لكم لازم نحدد نوع هذه الهمزة، هل هي متوسطة، هل هي في وسط الكلمة أم متطرفة في آخر الكلمة. هنا عندي الهمزة المتوسطة، على ماذا كتبت؟ لاحظوا جيدا، كتبت على الواو. هنا كي تكون عندي الهمزة المتوسطة كيف أعلل؟ كنت أعطيت لكم درس خاص بالهمزة، متى نكتبها وكيف نكتبها وكيف نعلل. إذن راح نخلي لكم رابط، عودوا روحوا للدرس على الهمزة وركزوا مليح على الدرس للمراجعة باش نعرف نعلل دائما سبب رسم الهمزة. قلنا هنا الهمزة المتوسطة كتبت على الواو، كيف أعلل؟ كي تكون همزة متوسطة لازم نعلل، نشوف حركة الهمزة نفسها وحركة ما قبلها. هذه وقتاش كي تكون متوسطة، نشوف حركة الهمزة وما قبلها. إذن واش نقول؟ لأنها، كيف هي هذه الهمزة؟ لأنها مضمومة. ما معنى مضمومة؟ معنى فوقها الضمة. وما قبلها، نزيد نشوف وما قبلها، ما قبلها مد ساكن. ما تقول كاين تلاميذ يقول لك ما قبلها منصوب، يقول لك شوف النون نا أبنا أو، قبل الأو كاين الفتحة. لا، قبل الهمزة هذه ما كاش فتحة، كاين مد، والمد يكون ساكن. كانك تشوفوا المد هذا الألف، هذاك هو المد. إذا نقول ما قبلها مد ساكن، معناتها نقدر نقول ما قبلها ساكن ماشي فتحة، لكن ليس الفتحة ما قبلها. وهنا نعرفوا في هذه الحالة الضمة أقوى من السكون. إذا إذا كانت الضمة أقوى من السكون معناتها نكتب الهمزة على الواو. هذه هي، عبدوا رجعوا الدرس تفهموا مليح، لكن فقط هنا تركزوا الحرف اللي قبلها مباشرة. ما نروحش نشوف الفتحة نا نقول ما قبلها مفتوح، لا، ما قبلها ساكن، مد ساكن. عندي ألف، ألف ما كاش فوقها الفتحة ولا أي شيء، هو مد ساكن. الكلمة الثانية الشيء، إذا دائما نقول مكان أو نوع هذه الهمزة هي الهمزة المتطرفة. لاحظ ما معنى متطرفة؟ معناتها تأتي في آخر الكلمة، تجي في الطرف. إذا نقول كتبت الهمزة المتطرفة على ماذا كتبت؟ على، لاحظوا كتبت على السطر. هنا كيفاش نعلل الهمزة المتطرفة؟ قلت لكم المتوسطة لازم نشوفها هي وما قبلها، أما المتطرفة نشوف فقط ما قبلها، ما تهمنيش هي كيفاش تكون، يهمني فقط ما قبلها. لماذا؟ لأنها راهي في الطرف، راهي هي الأخيرة، إذا ما تهمنيش. علاش كتبت على السطر؟ قلنا نروح نشوف ما قبلها، لاحظوا ما قبلها ساكن. الشيء، شوف الياء قبلها السكون، إذا لأن ما قبلها ساكن. والهمزة المتطرفة وقتاش نكتبوها على السطر؟ إذا كان ما قبلها مد أو ما قبلها ساكن. هنا ما قبلها ساكن مثل الشيء، ولا المد مثل ماء سماء. دائما هذه الهمزة نكتبوها في آخر السطر، نكتبوها في آخر الكلمة على السطر. علاش؟ لأنه ما قبلها مد. أوكي، عاودوا رجعوا الدرس وراح تفهموا أكثر. يلا ننتقل إلى الإنتاج الكتابي، وهذا الجزء مهم جدا في كل مواضيع اللغة. التلميذ لازم يكون متمكن من الإنتاج الكتابي باش يأخذ علامة كاملة عليها في مواضيع الشهادة، عليها 4 نقاط. أنا درت لكم 3 لكن عليها نورمالمون 4. إذا دائما في الإنتاج الكتابي يعطيك جزئين، يعطيك سند واحد النص قصير ويعطيك تعليمة. إذا شوفوا معايا السند، تعتبر المطالعة غذاء للعقل والروح وأساس لبناء الحياة، فهي لا تخلو من فائدة. هذا هو السند. علاش يعطيني السند لهذا النص القصير؟ باش يعاونني، باش يعطيني فكرة على الموضوع. ممكن هذا نستعمله في المقدمة تاعي، ما نستعملوش كيما راهو، نغير، ناخذ منه كلمات لكن نغير فيه، تخليش كيما راهو. يعني واحد يستخرج من راسه من عقله الكلمات اللي يعرفها والأفكار اللي تعلمها ويوظفها. هنا فقط مساعدة. التعليم، هذا الجزء الثاني، هذا هو للتلميذ يحتاج أكثر. تحدث عن المطالعة وأهم فوائدها، مقدما نصائح لزملائك، وموظفا مفعولا مطلقا، وجملة تعجبية في فقرة تتراوح بين 8 و10 أسطر. هذا هو المطلوب، هذا اللي لازم نقراه مليح ونركز فيه ونجزئه باش نجاوب على كل جزء. أول حاجة، ما هو المطلوب؟ ما هو الموضوع الذي طلب مني؟ أن أتحدث عن المطالعة وفوائدها. هذا هو الشيء اللي لازم نتكلم عليه. ما نتكلمش على الغذاء، نحن نشوف أي كلمة في السند نقول نتكلم على هذه،
ولا على الكتاب ولا على الروح ولا لا، طلب مني المطالعة وفوائدها. معناتها نقول نعرف بالمطالعة ماذا نقصد بالمطالعة وما هي فوائدها. الإنسان اللي يطالع اللي يقرأ الكتب والقصص بماذا أو ما هي الفائدة التي يتحصل عليها، كيف يستفيد من هذه المطالعة، ماذا يتعلم. ومقدم النصائح، هذا جزء آخر لازم نكتبه تاني في التعبير تاعي، نقدم نصائح، نصيحة أو نصيحتين، ماشي لازم بزاف. نمد نصائح لزملائي، ننصحهم ونقولهم كيفاش نقنعهم باش يطالعوا باش يقراوا القصص باش يقراوا الكتب، كيفاش ما هي الحجج التي أقدمها، هذا جزء آخر. موظفا مفعول، هذا جزء واحد آخر ثاني لازم نركز عليه. هذا كل، شوفوا كل جزء عليه تنقيط، كل جزء قالك تحدث عن المطالعة وفوائدها وقدم نصائح عليه تنقيط. هذا الجزء قالك وظف مفعول مطلق وجملة تعجبية، هذا الجزء كذلك عليه تنقيط. قالك مفعول مطلق وجملة تعجبية لازم نوظفهم في النص تاعي، في المقدمة العرض الخاتمة لا يهم، المهم نوظف هذا المطلوب، نعرف شنو هو المفعول المطلق ونعرف شنو هي الجملة التعجبية. في فقرة تتراوح بين 8 و 10 أسطر، معناتها فوق 8 وتحت 10، بين 8 و 10، هذا تاني عليه تنقيط. تلميذ ما لازمش يكتب أقل وما لازمش يكتب 10، دائما يتسألوا معليش درت 7، معليش درت 12، علاش هو قال لك بين 8 و 10 ندير بين 8 و 10، علاه تندير بين أقل ولا ندير، يعني التلاميذ دائما يكون الفرق بسيط جدا، يا إما زاد بسطر يا إما نقص بسطر. إذا كنت نقص بسطر تقدر تزيد بعض الكلمات وتكمل السطر تاعك ولا تكبر في الخط تاعك وتلحق العشرة، وإذا كان فوق 10 صغر الخط تاعك، ماشي راح يكون صغير حتى ما يكونش مقروء، لا لازم يكون النص الكتابة لازم تكون واضحة ومقروءة، إلا نقص هذيك الفكرة الزايدة اللي إذا لقيت تكرار ممكن يكون هناك تكرار نحيها ويكون عندي هذا العدد المطلوب مني. ما نحطش روحي في موقف نبدأ نتساءل إذا معليش إذا معليش، قال لي بين 8 و 10 ما نحط حتى تساؤل، ندير بين 8 و 10. نكتب على المطالعة، على الفوائد تاعها، على النصائح اللي نقدمها لزملائي، نوظف وش المطلوب مني، وسهلة جدا. كاين بزاف اللي يتسألوا إذا هناك علامة كاملة في الإنتاج الكتابي. نعم هناك علامة كاملة في الإنتاج الكتابي، راكو تشوفوا كاين تلاميذ تحصلوا على 10 على 10، كيفاش تحصلوا عليها؟ لأنهم خداوا العلامة الكاملة في الإنتاج الكتابي. وكيفاش داو العلامة الكاملة في الإنتاج الكتابي؟ لأنهم طبقوا المطلوب في التعليمة، تحدثوا ما خرجوش عن الموضوع، ما هدروش على كلام آخر، طبقوا واش قالوا لهم في التعليمة، وظفوا واش قالوا لهم، احترموا عدد الأسطر. كذلك راح كاين أشياء واحدة أخرى، معايير اللي يتبعها الأستاذ المصحح، واحد المعايير واحد السلم تاع التنقيط. إذا شاف باللي التلميذ دار كلش يعطي له علامة كاملة، ما كاش اللي يقول لك ما كاش علامة كاملة. إذا التلميذ عرف كلش جاوب على كلش علاش ما يديش علامة كاملة، يديها عادي جدا، لكن فقط نركزوا على المطلوب ما يخرج على الموضوع، يوظف المطلوب، يحترم عدد الأسطر. وكاين أشياء واحدة أخرى، كاين معايير أخرى، لازم يكون يحترم مراحل كتابة الإنتاج الكتابي، يدير مقدمة واضحة، عرض وخاتمة، ما يروحش يكتب المقدمة العرض، لا لا لا، لازم تكون واضحة بترك البياض، يترك بياض مربع أو مربعين قبل المقدمة قبل العرض قبل الخاتمة. مقدمة هي بداية، هي مدخل لهذا الموضوع. في المقدمة ما نروحش نتحدث عن فوائد والنصائح، لا، مقدمة ندخل في الموضوع تاعي فقط، ممكن نذكر فيه إطار الزمان، وما إذا كانت قصة إطار كما نقولوا الإطار العام للقصة، المكان الزمان والشخصيات والحادث، هنا إلا كنت راح الموضوع تاعي نحوله إلى قصة. إلا كان شيء آخر ممكن ندير تعريف للمطالعة، ممكن يكون مدخل بسيط في سطرين، ثم أنتقل إلى العرض. العرض اللي راح نوظف فيه المطلوب، راح نقول ما هي فوائد المطالعة، راح نقدم النصائح، راح ندير نوظف المطلوب مني، هذا يكون غالبا في العرض، لأنه العرض هو اللي يكون كبير، يكون كبير. ومن بعد تجي الخاتمة، الخاتمة هي النهاية، الخاتمة معناتها كملت
النص تاعي، معناتها خلاص راح نغلق الموضوع ديالي. ممكن نغلقه بجملة تعجبية، ممكن بتساؤل، ممكن بنصيحة أخيرة، ممكن بتمني، ممكن باستشهاد. استشهاد التلميذ بما أنه راه في عطلة، يقدر كل يوم يحفظ استشهاد ولا مرة في الأسبوع. كل استشهاد عنده علاقة بموضوع معين، مثلا المطالعة، على العلم، على التعاون، على الصداقة، على النظافة. كاين استشهادات، كاين أمثال وحكم، كاين آيات، كاين أحاديث. إذن الواحد التلميذ ياخد ورقة أو كراس ويكتب كل موضوع، يكتب قدامه الاستشهاد اللي لقاه اللي تعلمه، ثم يحفظه. هنا كي يكون عنده إنتاج كتابي، هذاك الاستشهاد تاعه يكون موجود، مفهوم؟ وهذا الاستشهاد راح يزيد لك جمال للنص تاعك. في النص ممكن نستعمل تشبيه باش تكون يكون النص تاعي شباب، ندير تشبيه، ندير كلمات معبرة، ندير كلمات جديدة. لكن راح نقول لكم فقط واحد النصيحة، التلميذ اللي ما يكونش متأكد من كتابة هذه الكلمة، يكون ما هوش متأكد باللي راهو كاتبها صحيحة، ما يكتبهاش. هذه نصيحة لازم ناخدها بعين الاعتبار. علاش؟ كاين تلميذ يحب يستعمل كلمات جديدة وجميلة لكن يكتبها خاطئة لأنه ماهوش متعود عليها. إذا كنت متعود عليها وراك متأكد باللي كتابتها صحيحة، اكتبها. إذا ماكش متعود وعندك شك في كتابة هذه الكلمة ولا في كتابة الهمزة ولا في أي شيء، ما تكتبهاش. علاش؟ لأنه الأخطاء الإملائية عليها تنقيط كذلك. هنا يقول لك بعض التلاميذ، انا درت كلش وما ديتش العلامه الكامله. علاش؟ لانه ممكن انت درت اخطاء املائيه كثيره، درت بزاف اخطاء عليها نحاولك نصف نقطه ولا 0.25 ولا حسب الباغم اللي يكون موجود. اذا هنا التلميذ لازم كي يكون يكتب يتاكد من الكتابه الصحيحه للجمله تاعو والتركيبه للتركيبه الصحيحه لهذه الجمله، مفهوم؟ لأنه هذه كذلك عليها تنقيط، كذلك علامة تسلسل الأفكار عليه تنقيط، علامة الوقف والتوظيف تاعهم عليه تنقيط. إذا كل هذه الأشياء إذا التلميذ كلها يعني طبقها كلها يقدر يأخذ العلامة الكاملة. فقط نركز مليح الكتابة الصحيحة والأخطاء الإملائية. قلنا كلمة ما نش متأكد منها ما نكتبهاش. فقط هنا علاش نقول لكم لازم نتعودوا نتدربوا في هذه العطله، باش التلميذ يتعود على هذه الكلمات الجديده اللي راهو حاب يوظفها، يتعود عليها ويتعود على كتابتها صحيحه. ماشي فقط كلمات وعبارات والاستشهاد والايات والصور اللي يحفظها كامل، يقدر يستعين فيها حسب الموضوع المقدم. هنا ما راحش نعطيكم تعبير نموذجي، دائما تقولوا لي علاش ما تعطيناش تعبير نموذجي، لاني راح نخصص لكم دروس فقط للانتاج الكتابي. فقط ناخذ بعين الاعتبار كل المعايير المطلوبه، وراح نديروا نطلب منكم نتوما تعطوني التعابير تاعكم ونصحوها. هنا التلميذ راح يكون عنده طريقه صحيحه لكتابه الانتاج الكتابي، ماشي فقط نعطيك تعبير ونقول لك احفظه وتحفظه وديروا كما هو. لا، هذه ليست الطريقه الجيده. الطريقه الجيده هو انكم نتوما تعطوني التعابير تاعكم ونصحوها مع بعض، نشوفوا اين هو الخطا. خطا في ممكن عدم احترام المراحل، او اخطاء املائيه، او عدم توظيف، او عدم احترام عدد الاسطر، او التلميذ كان خارج الموضوع. هنا كل تلميذ يعطيني نختار بعض التعابير اللي راح تكتبوها لي نتوما وتبعتوها لي، ونحطهم في درس خاص ونصحوهم مع بعض. نصحوهم بهذه الطريقه اللي التلميذ راح يتعلم يكتب انتاج كتابي وحده، ماشي نعطي لك تعبير نموذجي وانت تحفظه وخلاص وتروح تكتبه كما هو. هذه ليست طريقه جيده. انا نفضل انه التلميذ هو اللي يكتب التعبير تاعه بطريقته الخاصه. معليش يكون بسيط لكن يكون من عند التلميذ، وحنا نصحو فقط هذيك المعايير المطلوبة، باش حتى ولا كان بسيط وطبق كلش ياخد علامة كاملة، مفهوم؟ إذا هنا نخلي كل تلميذ يكتب لي التعبير تاعه ويرسله لي، وناخد بعض التعابير ونشلي نشوفها مناسبة اللي نقدروا نصحوها مع بعض ونصحوها. وفي كل مرة راح نعطيكم موضوع وتكتبوا لي المواضيع تاعكم ونصحوها، وهكذا راح نتعودوا ونتعلموا كيفية كتابة تعبير كتابي بأسهل طريقة وبطريقة جميلة. فقط ننصحكم بماذا؟ ننصحكم بالمطالعة. علاش راح نعطيكم نصيحة هنا تقدروا تاخذوها بعين الاعتبار في الانتاج تاعكم.
علاش المطالعة؟ المطالعة لأنه التلميذ راح يتعلم كلمات جديدة وطريقة كتابة هذه الكلمات، وراح يتعلم أفكار جديدة، وراح يتعلم أسلوب جديد. التلميذ ياخد مرة في الأسبوع، مانيش نقول لك يوميا، مرة في الأسبوع ياخد قصة قصيرة يقراها، يقراها قصيرة جدا تكون فيها 4 صفحات ولا، يقراها يفهمها ويقوم بتلخيص هذه القصة بطريقته، يلخصها بطريقته. دائما شوفوا صدقوني ديو هذه الطريقة، راح تتعودوا على كتابة التعابير بكل سهولة، وراح تكون عندكم تعابير جميلة جدا، وراح يكون تحسن في كتابة هذا التعبير. إذا خذوا هذه النصيحة بعين الاعتبار، طالعوا خذوا قصص، اللي يلقى قدامه قصة أو ممكن نص من كتاب، كتاب القديم أو كتاب الجديد، كتاب القراءة أو كتاب المواد أخرى، معليش يقرأ نص عنده علاقة بموضوع معين، يشوف عنده موضوع جميل يقراه، يعاود يلخصه بطريقته. الكلمات اللي ما يفهمهاش يسطر عليها ويبحث عليها، يبحث عليها. عندكم دوك انتم وسائل التواصل الاجتماعي، عندكم الانترنت، ممكن راح ندخل الانترنت ونكتب مرادف او معنى كلمة ويعطيك يعطيك المعنى تاعها. واذا انت راك تحب تعتمد على الطرق التقليدية، تستعمل القاموس. في القاموس راح تبحث على هذه الكلمة وتلقى الشرح تاعها، وهنا تكتب الشرح تاعها، دير كراس خاص بالمطالعة ولا خاص بالتعبير الكتابي، وكل ما تكتب وكل ما تقرأ قصة تلخصها بطريقتك. هذه اكتب تحتها شرح المفردات، الكلمات اللي مفهمتهاش اشرحها وظفها في جمل من إنشائك، جمل مفيدة من عندك. وبهذه الطريقة التلميذ راح يتعود وراح يتحسن دائما في الإنتاج الكتابي. إذا دائما ديروا كما قلت لكم، طالعوا اقرأوا القصص، تعلموا كلمات جديدة، تعلموا عبارات جديدة. عبارة في القصة عجبتك اكتبها، العبارة التي أعجبتني هي، الشخصيات اللي عجبتك، هذه الأشياء البسيطة جدا راح تساعدك باش يكون عندك أسلوب جميل جدا تكتب به التعبير الكتابي. إذا اكتبوا لي التعبير تاعكم ارسلوها لي، وإن شاء الله راح نخصص دروس خاصة بالتعبير الكتابي. أوكي، يلا السلام عليكم، بالتوفيق. إذا هذا كل ما لدينا بالنسبة لمراجعة اللغة العربية، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه المراجعة. دائما قلنا علاش أنا نديروا المراجعة، باش التلميذ لما يدخل سنة خمسة إن شاء الله ما يعاودش من الصفر. كاين بعض التلاميذ يدخلوا ينساو كل شيء، لا، هنا كي تكون تحدد دير مخطط ولا دير برنامج صيفي، راح تعاود تدخل وانت كأنك خلاص قريت هذاك العام، راح يجيك سهل جدا. راح فقط راح تكون عندك بعض الإضافات الجديدة، راح تكون عندك مراجعة. هذه هي سنة خمسة، راح تكون عندك مراجعة للسنة الرابعة، والشهادة إن شاء الله اللي راح تكون عندك سهلة، ما ندير حتى ضغط عليكم، لأن الشهادة هي مجرد امتحان، لكن حنا ماذا بينا تكون علامات ممتازة، هذا هو المطلوب. جيبونا علامات ممتازة. كيفاش جيبونا علامات ممتازة؟ تراجعوا معنا وإن شاء الله كل شيء راح يكون سهل، وإن شاء الله يجيب الخير. إذا أعجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناة، اللي ما راهوش مشترك راهو يتابع فقط، يشترك في هذه القناة. وإذا اللي عجبو الدرس وعجبته المراجعة يضغط على زر الإعجاب. وكذلك اللي حب يتابع دائما وصلوا الجديد، وصلوا الدروس الجديدة، ويكون معنا في هذا البرنامج الصيفي، في هذه المراجعة، وكذلك في دروس الإنتاج الكتابي، ما عليه إلا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس، يعني هذاك الجرس اللي راح ينبهه دائما كل ما يكون درس جديد، يبعث له نوتيفيكاسيون باللي كاين درس جديد في هذه القناة، ويدخل بلا ما يقعد يستنى ويحوس وحده، يجيه إشعار بدرس جديد ويدخل لهذاك الدرس. مفهوم؟ إذا ما يكفيش انك تشترك، تشترك وتضغط على الزر او على الجرس. هذاك الجرس علاش نضغط عليه؟ باش يجيني كل إشعار بدرس جديد. هذه هي. وكذلك ما ننساش الضغط على الإعجاب، نعلق، نعطي رأيي، نعطي اقتراحات، وهكذا باش نكملوا مع بعض. وبالتوفيق للجميع، ونلتقي مع دروس جديدة، والسلام عليكم.